يعني انت جاي معايا اساسا وفي نيتك تفركش الحكايه من اساسه صح؟ وما صدقت بقى سمعت الكلمتين دول وقمت جاري على السلم. تمنع يا ابني، ما تعقل ابنك يا كريم. يا عقل ايه بقى؟ هو انا عمال اخرف قدامك عشان تقول لها عقل ايه؟ شوف كل حاجه الدلع فيها ماشي الا دي. بقول لك ايه بقى، ما تعصبنيش انت كل شويه تقول لي كده. يا ابني افهمني، ده ابوها كان واقف مبلول قدام صالح، احط ايدي في ايد واحد مشبوه زي ده ليه؟ بلاش انا. اما يجي لك الاسم وتطرقع له ساعتها هتقول عليه ايه؟ اخو مراتك ولا هتعمل ايه بالظبط؟ اقولها لك للمره الالف يابا، انا كل اللي يهمني في الموضوع ده لبنى وبس، والواد اخوها ده انا مش هدخله بيتي اساسا. اما اشوف مين. اهلا. ايه يا جماعه صوتكم؟ ايه يابا هو كل حاجه؟ لا لا ما تجوزوا البنت. انت يا بنت اللي مطلعك من عند امي، وايه اللي بيحشرك في اللي مالكيش فيه؟ يلا غوري. مش ماشي، ده اخويا لازم اقف جنبه. انا جنبك يا عاصم، ومحدش هيتجوز لبنى غيرك، ولو ما وقفوش انا جايه معاك. امشي يا بنت انزلي تحت، مش ناقصين وجع دماغ. انت ايه اللي حاشك في كل ده؟ يتجوزها يرميها ورا ظهره، غرضك ايه بالظبط؟ اخويا هو انا ليا 100 اخ؟ ده هو حيله واحد، وبعدين مش معقول نحرمه من اللي اختارها قلبه. ما تنطق يا واد قول حاجه. امنت بيك يا رب. كانت فين حنيتك دي على اخوك يا حبيبتي قبل كده؟ كانت مطرح ما كانت يا طنط. وديني لو ما نزلتوا معاه بكره بعد صلاه الظهر تخطبوها له، لا هولع فيكم كلكم. انت بتهدديني يا بنت؟ امشي يا بنت تغرى عند امك، امشي. مش هقوم. وانا ليا صرفه معاكوا بعد كده. رايك ايه في اللي سمعته ده يا شرشابي؟ رايي في ايه يا ام النون؟ بكره الصبح يابا هنروح للطفي نلبس دبل ونقرا فاتحه، وانا دلوقتي هكلم لبنى نروح اي محل نجيب فيه دبلتين، والكلام بقى اللي انت سمعته ده عشان خاطري اكنه ما حصلش. ماشي. طب موال صالح ده يا عم ونركنه على جنب، مالناش دعوه بيه. هي هتعمل معاه ايه؟ هتلبسها الدبل غصب عنها جربشات؟ ايه المنطق ده يا عم؟ بنت عماله تسوف تقول لك بعدين، اصل الامتحانات. افهم بقى. بقول لك ايه يابا، كلبشات اساور القصه دي بقى قصتي انا، سيبني اخلصها يا اخي. خلص يا خم، شوف هتخلص ازاي. ما بالراحه على الواد يا شرشيك. الله. ايه لو ابن عايز اقول لك كلمتين يا اخويا عن نحنحه. ثانيه واحده، ننوس عن امك. انا نازل المعرض. الحمد لله. اما خلصوا الموال ده بقولوا لي. مع السلامه. ايه لو ابن، انا لازم اشوفك دلوقتي. ايوه. ايه اللي انت بتقوله ده يا عاصم؟ يعني بعد كل اللي اتقال برضه ولسه؟ يا سيدي انا عارفه انت هتقول ايه وبوفر عليك. انا شخصيا ما عنديش استعداد انزل اقابلك ازاي بس في الظروف دي؟ انت مش شايف البيت عامل ازاي؟ يا سيدي صالح خايف في 60 داهيه يسافر بره مصر، وسابنا متنايلين في المصيبه دي اللي احنا مش عارفين هنعمل فيها ايه اساسا. اتفضل سامعاك. يعني برضه اكني بكلم نفسي. ماشي يا عاصم. طب بس هروح اشوف بابا واطمن عليه واكلمك تاني. خليك بقى جنب التليفون. سلام. يا لبنى. مش ممكن عزلنا. يا لبنى. انا وهي بابا. ايه يا حبيبتي؟ سايبيني قاعد لوحدي ليه؟ انا حاسس انها مش كويس على فكره. 5 دقايق والدواء يشتغل وتبقى زي الفل. اهم حاجه بقى انا عايزاك تنسى الموضوع اللي حصل بره ده خالص. عاملها ازاي دي بس؟ قولي لي عاملها ازاي؟ حاسس ان سمعتنا بقت في الطين في الشارع كله. ومين اللي كان بيتكلم في التليفون؟ عاصم. ايه؟ عايز ايه تاني بعد اللي عمله هو وابوه؟ عايز يقابلني بره. وانا بعد اذنك هروح اقابله عشان اخلص الموضوع ده خالص. ازاي يا لبنى؟ طب ليه؟ طب ليه لوحدك وفين؟ هقابله في اي مكان بره، ما هو الراجل بتاعنا سابنا وهرب. ما قداميش حل تاني يا بابا. طيب يا حبيبتي طيب. بس ما تاخريش ها؟ حاضر. من خاطري. هقابله في اي مكان مكشوف. نص ساعة مش هتأخر. وحشتيني. ميرسي. ميرسي ايه؟ بقول لك وحشتيني. هي المزيكا مأثرة عليك ولا ايه؟ لا يا روبي، انتي اللي مأثرة فيا. انا عمري ما كنت اتخيل ان انا اتغير علشان اي حد. انت مش طبيعي النهارده. ما بلاش اعمل لك اختبار واستفزك عشان صوتك يعلى بقى ويبان طبعك الحقيقي.
كل حاجة تتغير مع الوقت يا لبنى. انت عارفة بقى طبيعة شغلي، فيه شوية عنف وخشونة وبلطجية وسكر. سيب بقى من الكلام ده، ما تيجي بعد ما نتعشى كده نلف على المحلات ونلاقي أحلى دبلتين في مصر. ساعات بحس إن أنا معرفكش خالص، إن أنا محتاجة وقت طويل قوي علشان أعرفك كلك كده قبل ما أقدر أقرر بقى إذا كنا هنعمل الحاجة اللي أنت لسه قايل عليها دي ولا لأ. الحكاية أسهل من كده بكتير، شك الدبوس زي ما بيقولوا، بس أنت افتحي قلبك. يا دي قلبي اللي أنا مش عارفة له باب من شباك ده. بص يا عاصم، المشكلة إن أنا لاغية قلبي من القصة أصلا، بفكر بعقلي بس. ما هي دي المشكلة، أنت في سكة العقل وأنا في سكة القلب، نتقابل إزاي؟ بقول لك افتحي قلبك. فتحته يا سيدي. في حد تاني؟ تبقي مترددة. طب أقول لك حاجة مرة سمعتها في فيلم، خدي اللي يحبك ما تاخديش اللي تحبيه. يبقى أنت عارف إن أنا مش بحبك وموافق؟ لا، ده معناه إن لو كان في حد في حياتك وأنتوا مش متفقين اجتماعيا فكريا بلاش تاخديه، ابعدي عنه. فكرت في كلامي ليك آخر مرة لما قابلتك، لما قلت لك تفكر في مشاعرك ناحيتي؟ فكرت، حسيت ان انا ما ينفعش اعيش من غيرك، بس واضح ان انا ما بجيش في دماغك خالص. انا بفكر فيك ولا في غيرك؟ ليه يا لبنى؟ مش عارفه يا عاصم، مش عارفه. لو هتبقي سعيده معاه روحي له فورا، سيبك مني. هو مين ده اللي مانعك تفكري فيا؟ بس الشيء الوحيد اللي عايزك تعرفيه اني فعلا بحبك. يا قاسم بص في عيني وشوف ايه انكتب فيها. يا قاسم بص في عيني وشوف ايه انكتب فيها. ايوه، الله يخرب بيتك، انت جبت الرقم منين يا بيت؟ وهي دي شغلانة اهو، جبته وخلاص. الغاب القط يلعب يا فار ولا ايه النظام؟ ايوه، اصل القط بتاعي والقط بتاعك خدوا بعض وراحوا على الخن بتاعه. اموت اعرف بتجيب الكلام ده منين. تموت ده ايه يا واد؟ ده انا لو ملك الموت دخل عليا وقال لي اختاري هختارك انت واروح معاه. الله، طب ما انت بتعرفي تقولي كلام حلو اهو يا عسلة. يا مساحل يا رب، اهي بدأت تندع اهي. قصار يا حنينة، الراجل اللي قاعد معايا زمانه جاي. يا اخويا لو جالك ابعته يجيب لك مفك من اليابان. قول بقى انا طالبك عشان اسمعك. هو انا راديو يا بنت؟ حلوة الاغنية اللي جنبك دي. لا 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 لا، اغنية ايه بقى؟ ما تاخدينيش في دوكة. انا عايزك تفهميني الاول، ده التليفون مخزن قنديل وموجود على الفاتورة او على المحل، لكن انت بقى عرفت ازاي ان انا هنا ودلوقتي؟ ما تركز معايا شويه، مش كده؟ وحشتني يا ولد يا جامد. هو انت شويه ده، انا الود ودي احطك في منديل واطبقه كده وارميه في عبي العمر كله. طب مش خايفه يا بنت لحسن اتشقى هناك وانت مش قد شقاوتي؟ يا اخويا تنيل، ما كانت قدامك الشقاوه وعملت لي فيها الشيخ عاشور. الشيخ عاشور مين يا بنت؟ واحد ما تعرفوش بيبيع فرط الرمان. يبقى انها كده فرطت. زيزو حبيبتك اتخطبت النهارده. لبنى، وهو انت فيه في قلبك غيرها؟ عاصم خد ابويا النهارده وراح يخطبوها. الو، انت رحت فين؟ للدرجه دي قلبك فط وراح وراها؟ ايه، انت قلتيها حكمه، مالكش نصيب فيها. انا عارفه اني جرحت، بس معلش حسب حق لبنى وعم لطفي ما وافقوش على الخطوبه، بس بيني وبينك النهارده او بكره ممكن يوافقوا. زيزو عشان خاطري انساها. انساها وافتكرك انت يا سناء. يا اخويا انساها انت بس الاول وسيب الباقي عليا. ايه رايك؟
بكره نتقابل في الشقه؟ نتقابل يا سناء، بس بلاش في الشقه يعني، خليها في القهوه. ماشي ماشي، انا كفايه عليا اني اشوفك وخلاص. تصبح على خير. طب باللي ريق بكلمه حلوه علشان انام واحلم بيها للصبح. مربى. ماشي يا عسل، بس ورحمه ابوك عبد الرحيم ما تفكرش فيها الليلات. حاضر يا ست، ورحمه ابويا افضل افكر فيها طول الليل. تحتي. سلام بقى. Thank you.
شيف. الله يخليكي. ما قلتليش بقى قعدت المده دي كلها ترغب في ايه؟ اهو كلام. يا بيه ما تضحكيش على ابوك اللي بيحبك ومدلعك طول عمرك. ايه؟ طلع بيحبك بجد؟ مش مجرد لعبه وشبطان فيها؟ المره دي هو شكله فعلا متغير. حد تاني. بس انا حاسه انه تغير كده مؤقت يعني عشان هو عارف ان انا اصلا رافضاه. يعني بيتمسك لحد ما يتمكن. مش عارفه بس مش ده عاصم العنيد الرزل اللي فاكر انه لو مد ايده كده اي حاجه هيطولها. طب عاصم لا، في حد تاني؟ حد تاني مين يعني؟ تنسيتي مازن مثلا؟ الوعد هيقف جنب منك في قضيتك، وانت كمان وعدتي انك هتفكري فيه. ده حاجه تانية خالص بقى. عامل كده زي عاصم بس على ابنه دكتور وصيدلاني مشهور. اللي زي مازن ده ما يحرمش نفسه من حاجه وظروفه مساعداه. وانا بصراحه يعني بخاف من الناس دي، مش زينا، هما من حته واحنا من حته تانية خالص. ايه المانع؟ انت بكره ان شاء الله تتخرجي من الكليه وتحافظي على تقديرك وتتعيني في الكليه وساعتها الرز تساوي. افتكرش. عارف انت مين اكتر واحده تنفع لمازن؟ مروه صاحبتي اللي جت هنا هي ولميا. ام عربيه؟ ايوه ام عربيه دي، هي شبهه. يمكن عشان كده ما فكرش فيها، عامله زي الفاكهه اللي بيلاقيها حواليه طول الوقت. بس يا رب يا رب تعرف كده وتريحنا وتريح نفسها. طب عاصم لا ومازن لا، في تاني؟ خلاص مفيش بقى. زيزو مثلا؟ ايه سكت ليه؟ مفيش يعني مفيش اسرار خالص كده تبقى لي يعني، مينفعش. بص هقولك على حاجه، انا هوفر عليك الشرح والكلام. ابوكي ما اتولدش كده راجل عجوز ومدهول، لا انا وانا صغير كنت شقي جدا وانا ملاحظ ان كنتوا مهتمين ببعض. بس صدقيني يا بنتي في النهاية يا ترى ينفع ولا ما ينفعش؟ والله العظيم ينفع لو الناس بس سابونا في حالنا. هينفع يا بابا. طب يا حبيبتي هتعيطي ليه؟ بص اقول لك على حاجة، احنا ناخد فرصة نفكر وأوعدك ان احنا نتكلم تاني، موافقة؟ والعمل هذا بكره. العمل العبادة يا عم شبرو. أنا عارف يا جدع، أنا بكلمك على البضاعة اللي هتضيع مننا، والواد حاطط إيده في مية ساعة ومش هنعرف نتصرف وهنفضل ماشيين كده على طول. وديك شايف الراجل اللي إحنا شغالين معاه سايق فيها الشرف. بقول لك إيه؟ إيه؟ بتيجي نقضيها مع الواد اللي اسمه وليد؟ لا التاني ده. وجلابية بيضة ده ال 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 الشروعي؟ الشروع ده. إياد؟ إياد. ما ينفعش. الحكومة رابطة رجله في فتلة وكل يوم والتاني تاخده على السجن؟
وتحبسه شارب وتطلعه. طب احنا نروح ل زيزو؟ زيزو يمكن تدق معاه. ايه اللي حصل لك يا بكرو؟ السيجاره دي جامده قوي يا شاب. اهو اديك قلتها عايز تسيب توزيع البني وانا اسيب الحريه والسرمحه ونروح نشتغل في ورشه زيزو وناخد باريزه في ال في اليوم؟ اهو مش هينفع. انت ايه سرحت مني ولا ايه؟ جنب الاثنين دول لا ما تتفهاش دلوقتي يا اخويا. ايوه جنب دول. عادل باشا اهلا شبرو وبكر بتشمشموا بقى على ايه السعاده؟ والله يا باشا سعادتك لما بنشوفك بنحس ان الدنيا لسه ب لسه بخير. لسه بخير. نفسي اشوفكم مره ما انتوش مساطيل. قول لي انت واو. ايوه يا باشا. فين المخزن بتاع عنديل البارود؟ قدام يا باشا اول ما مر على اليمين. خلاص خلاص صدى صوت. انا فهمت ايه؟ واحد كده واحد كده. خلاص. هو سعادتك لما مؤاخذه في حاجه كل ما بشوفك بلاقيك راكب بوكس. ما انت عايزني اركب ايه؟ المره الجايه ان شاء الله هتلاقيني راكب بوكس. اهو كده غيرت يا باشا. اه يلا حبيبي كف الخطوه انت وهو. يلا طلبك عوضر عبد الباشا. يلا يا ابن وإيه الموضوع ده باين فيه ايه ده؟ بس اعمل ايه؟ سناء اطلع صاحبك بسرعه قول له كلم معلم قديم. ايوه قول له البوليس كبس على المكسب بتاعك الظاهر في حد بلغ. فهمت حاجه؟ ما يخرب بيت امك ولا وقته. تلحقوني ما تلحقونيش. ولا يا عزيز قوم يلا ما تستعبطش قوم. في ايه يا باشا؟ في ايه يا باشا؟ يا ما انتش عارف في ايه؟ سيادتك بتدور على ايه يا باشا؟ بقالكوا شهر بتضربوا في بضاعه هنا. ها؟ بضاعه ايه يا مؤاخذه؟ خدوه. يلا 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 قدامي يا باشا. طب اعرف ايه يا باشا بس؟ يلا الاسم هتعرف. ماشي. استغفر الله العظيم. انت خليك هنا رمضان لغايه ما نبرد المغزى. يا باشا اكيد في حاجه غلط يا باشا. ده بلاغ يا برم. انزل وانت ساكت. وربنا بلاغ كايده يا باشا. وبكره تقول زيزو قال لك انزل وانت ساكت. انا عبد المأمور يا باشا. طب ندي خبر لصاحب المطرح. طيب يشوف مصرفه في اللي يحصل ده. كله هيجي يا حبيبي الاسم وهيتسال في المحضر. انزل. طب هو البلاغ يا باشا بيقول بطل لمضه بقى بطل غلبه في المايسترو اسم هتعرف. يلا يلا 18 جنيه سيبك في الفرش يا اخي. السفوبه طلعت شمال الشمال ولا ايه؟ يا جدع هتف من بقك ربنا ما يجعلنا من اهل الشمال. شبره خد الواد اللي ما بيفوقش ده وتوريني خطوتك نحطكوا في البوكس معاه. يلا روح يا بكر المعلم قنديل قول له ان المخزن بتاعك بقى تحت الحراسه وان زيزو ما عادش يشتغل عندك غفير تاني. طب يا اسطى ما تخبزت بعينيك انا نبيه فهمت السين. الله يخرب بيتك. طب ايه يا زيزو اروح للحاج اقول له انك خلف الاسوار وهتجيب سمك مالي وبابا غنون؟ ايه يا زيزو هما واخدينه على فين؟ هو بابا غندود ده قاعد ايه؟ يلا يلا يا عم يلا يلا
يا قنديل اصحى واسمعني، الحكومة كبست على مخزنك وخدوا الواد زيزو. ايوه بنت صحت من نومه وقالت الخبر المنيل ده، بتقول يا تلحقوه يا ما تلحقوش. والله ما حد عملها غير الواد اللي انت طرقعت له وبهدلتنا ده قدامه. ايه وانت بيجيب مهرجر البلاوي؟ اطلب بقى زيدان الدوري يقول له بعد ما رجحناه في الانتخابات يعمل حاجة، وفي نفس الوقت بسرعة تلحق الواد زيزو بدل ما يعك في الكلام وودينا في 60 داهية. منور يا زيزو، انت وقعت ولا الهوا اللي رماك علينا؟ ما انت اللي هتفسر لي المنام ده يا عم مفتاحة. خير اللهم اجعله خير. مين اللي بلغ؟ العصفورة. انت مش راجع لما تلبس قضية وتبقى من المشبوهين. قال الله ولا فالك. شافعي طيب؟ لا شافعي ولا مالكي. البلاغ جه في التليفون ومرضيش يقول اسمه، وعلى فكرة انت ما ارشدتش عن صاحبك هتلبس القضية الواحدة، ودول هيرموك بقى على اول ناصية ويقولوا احنا ما نعرفوش. افتح. تمام يا باشا. خرج لي زيزو على طول كده يا باشا. وانا ورايا حاجة غيره. امرك يا باشا. طب يا باشا ما ترسيني على الحبارة وانا لابس سدادة يعني تحت امرك. خلاص يا زيزو ما نشوف حكايتك ايه. اقفل الباب يا ابني بتاع الحجز. ما انا قلت لك بتضربوا بضاعه في المخزن وبتبوعها على انها سليمه. يا باشا ده كلام يعقل برضه؟ وليه ما يعقلش؟ وانت من الصناعي الكهربائي زي ما انا عارف. ما انا يا باشا مش حرام ان انا ابقى صناعي كهربائي. هو لا مؤاخذه الحاج قنديل ده بيشتغل في ايه؟ بيشتغل في الاجهزه المنزليه. حلو الكلام. يبقى لما يجي يضرب اجهزه منزليه يضربها في مخزنه. يلزمه لا مؤاخذه يعني حته مكن يعني يا باشا، ورشه، مصنع صغنن، في شويه اجهزه، قطع غيار كده يعني. ما انت خبير في ضرب الاجهزه وعارف ايه اللي لزامها. انا يا باشا وانا لو كنت خبير كان ده بقى حالي. يا باشا انا اخري اصلح فيشه سخان بايظه، تسجيل عربيه، شي سوار كده يعني. انما موضوع ضرب الغسالات ده انا ما معلموش ولا ليا خبره فيه. يعني انت ما بتغيرش كارتات الغسالات المضروبه ها وبتبيعوها على انها سليمه؟ غسالات مضروبه ايه يا باشا؟ بس صفقه الغسالات اللي جابها انديل من شهر وانت بتصلحها يا زيزو. صفقه غسالات حته واحده؟ طب لنفرض يا باشا ان في صفقه وانا بصلحها وسيادتك لما دخلت المخزن وفتشت شبر شبر، كان المفروض مثلا تلاقي ايه؟ 7 حتت مفروطين على الارض وما بينهم كده شويه عده، قطع غيار. انما سيادتك لقيت ايه؟ لقيت يا باشا ها؟ لقيت شويه كراتين. عموما المخزن متامن عليه وهيتجرد كويس قوي والمستخبي هيبان. وانا معاك للاخر يا باشا. بس انا يا باشا وش وحش على الراجل كده وهيتشاي. ده انا لسه شغال عنده من اسبوع يا باشا. والله العظيم يا باشا لو اداني السكه وكرشني ما ازعل. ايوه خير. عايزاكي تسمعيني دقيقه واحده بس وهمشي على طول. اتفضلي اطربيني. صبرك عليا يا دكتوره. انا جايالك بس عشان تفهمي ان انا مستحيل اسيب اخوكي يضيعني ويختفي. واذا بقى ما كانش ناوي ان هو يصلح غلطته معايا فانا هبلغ عنه واقدر اعمل ده كويس، لاني ماسكه عليه دليل يجيبه من بره زاحف. دليل ايه بقى ان شاء الله؟ ده بقى اللي هتعرفيه لما يقاس منه خالص ويجيب اخره معايا. والدليل ده بقى بالذات مستحيل ان ينكره. وساعتها بس يا دكتوره هتعرفي ان اخوكي مش اشرف مني بكتير زي ما انت فاهمه. وكمان مستعده تقدمي دليل على عملتك السودا دي ومش خايفه من الفضيحه؟ انت ايه يا شيخ؟ الله ما تروحي تطلعي في نفسك احسن. العمله دي يا دكتوره انا ما عملتهاش لوحدي، ولو اني عارفه كويس ان انت مستحيل انك هتغلطي اخوكي. بس انا هحاول معاه بالمعروف وهاجل الدليل اللي معايا. ما جاش وصلح غلطته يبقى عليا وعلى اعدائي. ولما بقى تطلعي الدليل اللي معاكي ويبان للناس كلها ان انت وهو زباله وتستاهلوا الحرق هتستفيدي ايه؟ ها؟ هترجعي تاني يعني بنت شريفه؟ ما افتكرش.
أنا يا دكتورة اللي يهمني في الموضوع ده كله أخوكي. آه ما تنسيش لما يبقى يتصل بيكم من بره ابقي فهميني إن أنا مش هسكت وهرفع قضية وكمان هجيبه من بره يبوس رجلي. مش بس كده، أنا كمان لو عايزة أجيب تليفونه وتليفون الشركة اللي بيشتغل فيها وأروح كمان للراجل اللي باع له التأشيرة وأحكي له وأقول له على كل حاجة. مين عارف جاي ساعتها يدوا لأخوك يا علاوة بره. من الآخر كده يا دكتورة فهمين إن أنا يا قاتل يا مقتول، عشان أنا تقريبا حامل. مش نايمة ليه يا أشكان؟ آه أنا قلقانة مرة خالي. الفلوس اللي مديها لي عبد العزيز طايرة النوم من عيني. واللي قلقانة دي تخش تاخد دش في نص الليل وتقعد قعدتك دي؟ قولي لي فيكي إيه يا بنت؟ فهميني. قلت أتسبح مية سخنة يمكن يلطشني النوم. مش عايزة حاجة قبل ما أنام؟ لا عايزاكي تنام عشان بكرة هننزل نزور الحسين وهنشتري شوية حاجات واحنا راجعين. نزور الحسين صح يا مرت خالي؟ ايوه صح، يمكن بركاته تحل عليكي وتهدي ويهدى لك بال. لا بقى يا عادل بيه، قنديل البارودي ده راجل 100 100 وطول عمره ماشي زي القلب. انا عاتب عليك يا باشا، لو كنت صحيتني كنت جبت لك اللي انت بتدور عليه. ما تاخذنيش يا حاج قنديل، ده شغلي ولازم اقوم بيه. اه طبعا يا باشا. ادخل. مساء الفل يا عادل باشا. اهلا 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 يا عادل باشا. اهلا يا حاج. اهلا يا باشا. ازيك يا عادل باشا؟ اهلا يا معلم باشا. اتفضل سعادتك. اتفضل. الله يخليك، شكرا. ايه الخطوه العزيزه ديت؟ الله يخليك. امرني يا باشا. مفيش يا سيدي، الحكايه باختصار، في ولد كان بيشتغل عند الحاج قنديل والحاج قنديل واضح ان هو طرده فحب ينتقم بالطريقه الساذجه دي. انا هبعتهولك بكره احكي لك القصه من اولها كده، بس امان عليك اديله قلمين عشان يتربى. موجود عندي يا باشا. ثانيه واحده. ايوه يا ابني، ابعت لي عبد العزيز من الحجز. هو البلاغ ده طلع بيه امر نيابه؟ اه طبعا يا فندم. تحب اوريه لسعادتك؟ لا 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 توريه لي، انت الراجل بتاعنا هنا، عيب كده يا عادل باشا. على فكره يا باشا، عادل بيه راجل خدوم جدا وعمره ما رد لنا طلب. بص لو انت شكيت في اي حاجه انا عايزك تكمل اجراءاتك عادي جدا، ها احنا خدامين القانون والشرعيه انت عارف. لا لا يا فندم الحقيقه انا فتشت المخزن ما لقيتش اي حاجه تدل على البلاغ. الواد ده غلبان جدا يا باشا، انا لما طردته عمل اللي عمله ده. وعلى فكره الحاج قنديل ناوي يسامحه ويرجعه تاني الشغل. ادخل يا عادل. انت بقى الواد الغفيل اللي كان هيروح في الرجلين؟ ما تجيش يا باشا طول ما معاليك موجود وعادل بيه. الواد ده ما بكاش، تصدق ان انا كنت هخش انام واطنشك. فداك يا باشا. بقولكم يا جماعه كلكم كده برابطه المعلم معزومين على فرح بنتي. الف مبروك. اه مناسبه كويسه. انا هنام لي ساعتين بعد اذنكم. ما هو بدري يا باشا، مش هتعملش حاجه. شكرا. مع السلامه يا فندم. مع السلامه يا باشا. مبروك مقدما. سلام يا باشا. مع السلامه يا باشا. سلام يا باشا.